وربط مصير الاقتصاد السوري بمجموعة من تجار الحرب الذين أذاقوا السوريين ويلات الفقر والعوز والإذلال بصلاحيات كبيرة منحتها لهم بقايا الدولة لتغطية نفقات الحرب ولأجل الالتفاف على العقوبات المفروضة على نظام الأسد من قبل المجتمع الدولي، وذلك بالتوازي مع عمليات النهب الممنهج الذي يقوم به كبار رجالات النظام الذين أصبحوا وعائلاتهم من أباطرة المال في سوريا. يفضل الأسد الابن الاستمرار بتدمير سوريا واقتصادها على الاستجابة لمطالب الشعب، ويغدو اقتصاد جيشه معتمدا على السرقة والتعفيش، وتمويل دولته معتمدا على تجار الحرب وتجارة المخدرات، ويصبح قادة ميليشياته من كبار رؤوس الأموال في مجتمع طبقي يعيش فيه 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر، ويصطف فيه الناس على طوابير طويلة لنيل رغيف الخبز أو وقود التدفئة.